ستي مثلا تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة مطيعة بفراق بغير سببها. يعني والذي سبق بيان المهر، المهر هو واجب بنكاح أو وطئ، وهناك مال آخر مسمى بمطيعة، وهذه المطيعة مما يجب بالفراق، لا يجب بالنكاح ولا بالوطئ، بل يجب بالفراق. هذا الذي يبين المطاعة تتمة. يجب عليه لزوجة موطوعة ولو أمة، ماذا يجب؟ يعني يجب مطاعة بفراق بغير سببها، الفراق ليس بسببها، لو كان بسببها لا يجب، أو بغير موت، بغير موت أحدهما. نعم، فإذا هنا ذكر لزوجة موطوءة، إذا لو لم تكن موطوءة لا يجب أصلا، أو فيه تفصيل، فيه تفصيل، هنا أولا عبارة تحفة مع الأصل، وكذا يجب لموطوءة طلقت أي طلاق، طلاقا باينا مطلقا أو رجعيا وانقضت عدتها على الزوجه. في الطلاق في المطلقة الباينة يجب مطلقا، يجب في الطلاق الرجعي لو انقضت عدتها بدون مراجعة رجعت، هكذا يجب. ثم في غير الموطوة تفصيل، يقول مفهومه أنه لا يجب لغير الموطوة، وفيه تفصيل وهو أنه إذا وجب لها شطر المهر بتسمية أو فرض في التفويض فلا تجب لها المطاعة، لأنه يجبر الإيحاش، يجبر الإيحاش، وإذا لم يجب الشطر بأن فضلت ولم يفرغ لها شيء، يفرغ لها شيء صحيح، وجبت لها المتعة لجبر الإيحاش الحاصل لفراق الزوج كما يعلم من المنهاج. فإذا غير الموطوة فيه تفصيل، لو يجد على شيء من الماهر لا يجب المتعة، وإلا يجب المتعة. لماذا؟ هذه المتعة واجبة لأجل الإيحاش، أجل جبر الإيحاش الوحشة، يعني عندما يفارقها زوجها يجد، تجد هما وغما ومشقة، إذا للجبر وإزالة هذه المشقة ولجبر هذه الوحشة هي تعطى مالا تحفة، وهذه هي المتعة، يعني يمتعها في هذا الوقت وقت الإيحاش. فإذا في محترز قوله موطوعة تفصيلنا. ثم ما هي المتعة؟ هذا الذي يقول، وهي ما يتراضى الزوجان عليه، وهو ما يتراضيان، يعني هو يقول لها انا اعطيك، اعطيك هكذا مساعدة، اذا ممكن هي تطلب زائدة، فاذا تزيد تزيد هكذا يتفقان لا بس. وقيل اقل مال يجوز جعله صداقا، اقل مال يجوز جعله صداقا، هذا يعني متمول، كل متمول، ويسن ان لا ينقص عن 30 درهم. هذا يجوز، يسن ان لا ينقص عن 30 درهم، فاذا تنازع قدرها القاضي بقدر حالهما من يساره ويساره ونسبها وصفاتها، هكذا يعتبر القاضي، ينظر في وصفهما ثم يقدر، لو لم يتفقا ولا يتراضيا على شيء القاضي يقدر يعطيها. نعم، إذن هذه هي المتعة في بعض الأحيان واجبة مع المهر، وفي بعض الأحيان واجبة بدون وجوب المهر. نعم.